فني والتخطيط والله والكلام. ان الاخ ناصر ما شاء الله مبدع يعني في مساله وعمل نقله نوعيه في قضيه يعني قطاع الدعم الفني والتخطيط، ونشوف المؤشرات الباركود كثير من الامور اللي يعني اللي فيها جهد، الروابط اللي قاعد تطلع. فاول شيء تحيه لك اخوي ناصر ويا هلا مرحبا فيك، واحنا سعداء بسمع صوتك. يا هلا فيكم مساك الله بالخير، ومسي بالخير على الجمهور الكريم وعلى الزملاء الموجودين معاكم. اتشرف بالبعث. حياك الله. تقييمك لتجربه تطبيق الباركود اللي في الجمعيات التعاونيه وجهودكم يعني في قطاعكم في قطاع الدعم الفني والتخطيط خلال هذه الازمه اخوي ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدايه هذا النظام تم وضعه كحل لتجنب التزاحم وعمليات الاقبال الكبير على الاسواق المركزيه ابتداء من الجمعيات وغيرها من انواع الاسواق الاخرى. العمليه بكل بساطه هي الدخول الى موقع التسوق الغذائي وطلب حجز موعد. الموقع بكل بساطه يصدر باركودين. الباركود الاول هو للسماح لحامله بان يتنقل اثناء فتره التجول، عفوا حظر التجول، على الا يخرج من منطقته السكنيه، والباركود الاخر يسمح له بالدخول الى السوق المركزي. طبعا بعد ما يقومون المتطوعين وادارات الاسواق بعمل اسكان الباركود هذا وتثبيت عملية دخوله. نعم. العملية هذه وضحت لنا العديد من الأمور اللي كانت خافية وما كانت بالحسبان، منها حجم الإقبال على التسوق. هل الأسواق هل مواعيد التسوق الصباحية في فترة السماح بالتجول كافية بالنسبة لهم ولا لا؟ أي. فعلى هالأساس تم تقسيم الأوقات بحيث أنها تكون مناسبة لكافة من يستخدم هذا النظام، والحمد لله لامسنا اقبال جدا كبير انعكس ب 114,000 حجز مؤكد خلال الفتره الماضيه، والارقام ايضا بتزايد. ونحن الان بصدد ادخال العديد من الاسواق المركزيه الاخرى منها الاسواق الموازيه، وقد قمنا فعلا بادخال سوق الفرضه، وسنعمل ايضا على اضافه انشطه اخرى. اي احنا شاكرين لك اخوي ناصر وشكرا على هذه المداخله، وعسى الله يوفقكم ان شاء الله وان يكون هناك تطوير وجهود كبيره. فشكرا لك وتحياتي.